مشاهدي قناة شوف تيفي، أنا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء في خبر عاجل. أنا الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. قبل قليل من ظهر يوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكشف أحمد أحمد من خلال تغريدة نشر على حسابه الرسمي بتويتر إصابته بالفيروس التاجي، مؤكدا أن النتائج المسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية، وأنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوم، وذلك في إطار البروتوكول الطبي للعلاج من فيروس كورونا المستجد. وتأتي إصابة الملغاشي أحمد أحمد بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإيجاد حل من جميع الأطراف لتحديد موعد جديد لإجراء إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك المصري والرجاء الرياضي، وتحديد موعد جديد لنهائي البطولة القارية بعدما تم التأجيل المباراتين استجابة لطلب السلطات المصرية بسبب انتخابات مجلس النواب التي تعرفها البلاد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي كنعاودوا الخبر العاجل بخصوص إصابة الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم جمعة أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكشف رئيس الاتحاد الإفريقي من خلال تغريدة نشر على حسابه بتويتر عن إصابة فيروس التاجي، مؤكدا أن نتائج المسحة الطبية لكشف عن فيروس كورونا المستجد جاءت له إيجابية، وأنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوم، وذلك في إطار البروتوكول الطبي للعلاج من فيروس كورونا المستجد. وتأتي إصابة الملغاشي أحمد أحمد فيروس كورونا المستجد في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإيجاد حل لجميع الأطراف لتحديد موعد جديد لإجراء إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك المصري والرجاء الرياضي، وتحديد موعد جديد لنهائي البطولة القارية بعدما تم تأجيل المباراتين استجابة لطلب السلطات المصرية بسبب انتخابات مجلس النواب التي تعرف دولة مصر يومي 7 و8 من الشهر المقبل. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي بعد ما تبعتوا معنا هذا الخبر الحصري مباشرة من مدينة الدار البيضاء والذي يخص إصابة رئيس الزمالك المصري فيروس كورونا المستجد، نستودعكم الله إلى مباشر آخر وشكرا.